السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي متتبعي قناة الشعب شوف تيفي. رجال الأمن فرقة الدراجين وصلوا للمقهى اللي تم الهجوم عليه من طرف عصابة. عصابة مكونة من 30 شخص هجموا على مقهى حلم الرشيد عصابة مكونة من 30 شخص هجموا على مقهى حمولة شيد بالسيوف والهروات. قالوا المول القهوة أعطينا كاس زي الماء. يعني رجال الأمن وصاحب مقهى تعرف عليهم ولاد منطقة حي للمرين جاو بالدراجات السي 50 يعني صاحب المقهى غادي يوري الفيديو لرجال الامن فرقة الدراجين. كاين شخص بدراجات النارية من نوع سي 50 و 33 هجموا على مقهى في حمولة رشيد بالسيوف والهروات. في هذه اللحظات وصول رجال الأمن فرقة الدراجين إلى عين المكان، لأن هذا الشيء اللي وقع خصو يدا ليه حل، خصو يتم القبض على العناصر أقرب وقت. صاحب المقهى كيوري مقطع الفيديو لحظة الهجوم لفرقة الدراجين، لأنهم تعرفوا على بعض الأشخاص حيت هما اللي دخلوا شربوا الماء وعاودوا خرجوا وجابوا العصابة وجاو. حرب العصابات لازم يدلها حل، لان زبائن المقهى كانوا غادي يتعرضوا لعمليه الضرب والجرح غير مول القهوه اللي وقف لهم في الباب. خلاهمش يدخلوا من هرسوا غير الجاج وتعدوا على النادل ولادوا بالفرار.
على لسان احد الزبائن ان السيوف طوال بزاف، يعني مشهد خطير جدا. مشاهدي متابعي قناة الشعب شوف تيفي، من امام المقهى اللي تم الهجوم عليها من طرف عصابة مدججة بسيوف واسلحة من نوع مضية. عندك 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 يعني جاو طلبوا كاس ديال الماء، هادو ما بغينش يشربوا، هادو بغين يجبدوا المشاكل، يعني مشاو قالوا حنا جايين ورجعوا، جابوا معهم 30 شخص نازلين أسلحة بيضاء من نوع مضية. خاص واحد شويه ديال الحزم مع المعنيين بالامر باش ما يبقاوش يعاودوا يهجموا على مقاهي، يعني اللي دويتي معاه كيطلع كيجيب سيف وتنزل عندك. عفوا مشاهدي متتبعي قناة الشعب شوف تيفي، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء بمباشر آخر في هذه القضية إن شاء الله.